هذا السائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ كل عمل ابن آدم له، يعني ثوابه وجزاؤه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فثواب الصوم لا حصر له، أما بقية الأعمال فمنها ما يعلم حصر جزائه قليلا أو كثيرا، وأما الصوم فإنه لا يعلم جزاءه ومقداره إلا الله، لأنه خالص لله عز وجل، لأنه لا يدخله الرياء. الصوم لا يدخله الرياء، خلاف الصلاة والصيام والجهاد، هذه يدخلها الرياء والسمعة. نعم.